تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة ومساهمة في الحملة البحرينية الوطنية لإغاثة أهالينا في غزة والتي نظمتها اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، تسلمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تبرعا ماليا من مجموعة اللؤلؤ العالمية بقيمة 25,000 دينار بحريني، وذلك لصالح الحملة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة. وبهذه المناسبة ثمن سعادة الدكتور مصطفى السيد الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ومؤازرة الحكومة الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لهذا العمل الإنساني. كما أشاد سعادته بالتبرع الكريم لمجموعة اللؤلؤ العالمية، فهم شركاء دائما في الخير وفي العمل الإنساني للمؤسسة، مثمنا المساهمة المستمرة والمتميزة لمجموعة اللؤلؤ العالمية في المشاريع والمبادرات الإنسانية التي تطلقها المؤسسة داخل وخارج مملكة البحرين. أنا سعيد أن أشوف تجاوب الناس مع نداء سيدي جلالة الملك للوقوف مع الأشقاء في غزة وتوجيهه لإنشاء لجنة تحت قيادة سمو الشيخ ناصر، ولي شرف أن أكون رئيس التنفيذي لها. اللجنة تتكون من ممثلين من الوزارات، من الجمعيات المهنية والاجتماعية والخيرية، وسعيد جدا ب تجاوب القطاع الخاص معنا. اليوم في شيء رائع من أسواق اللولو، تبرعوا لنا ب 25,000 دينار لصالح أشقائنا في غزة. بدينا بأول شحنة قبل يومين، والشحنات التالية راح تتواصل من الحين ورايح. نيابة عن إدارة لولو هايبر ماركت بأكملها، أود أن أشيد بالمبادرة من خلال الحملة الوطنية البحرينية لدعم الفلسطينيين في غزة. يشرفنا أن نكون جزءا من هذه الحملة من خلال دعم باسم لولو هايبر ماركت. لقد تعهدنا بمنح 25,000 دينار بحريني للحملة الإغاثية، واليوم نطلق مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملة لمشاركة أفراد المجتمع، إذ يمكنهم التبرع بأي مبلغ لهذه الحملة التي يقودها سمو الشيخ ناصر بن حمد، ويشرفنا حقا ومن واجبنا أن نكون جزءا من هذا العمل.